مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا. قبل حجز الفندق اعرف حدود الأسعار الجديدة حسب قرار مجلس الوزراء، حيث أعلن مجلس الوزراء اعتماد قرار اللجنة الوزارية السياحية والآثار بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية ورفع قيمة الحد الأدنى للفنادق. تفاصيل أكتر عن هذا القرار احنا معانا عبر الهاتف أستاذ هشام الشاعر، عضو لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية. صباح الخير يا أستاذ هشام. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وعلى سلامة. أهلا بحضرتك معنا. خلينا في البداية نعرف من حضرتك ما هي تسعير بيع الغرف الفندقية حسب هذا القرار، وهل يختلف من يعني طبعا 5 نجوم لـ4 نجوم أو كمان 3 نجوم، وطبعا موعد تطبيق هذا القرار؟ هو في الوقت الحالي السعر اللي هو الحد الأدنى للأسعار بالنسبة للفنادق الفايف ستار $40، بالنسبة للفنادق الفور ستار $28. من شهر 5 الجاي ان شاء الله، من 1/5 رفعنا سنة الاسعار، فقلنا هتبقى الفنادق الـ5 نجوم $50، الـ4 نجوم $40، الـ3 نجوم $30، والنجمتين $20، وهكذا يعني. ده بداية من 1/5، وان شاء الله مستقبلا يكون في برضه رفع للاسعار، لان احنا الاسعار عندنا كانت تدنت لحد يعني الحد مش مقبول. صحيح. فالغرفة رأت مع الوزارة أن لابد نحط حد أدنى للأسعار، وبناء عليه تم الاتفاق على أن من 1/5 هتبقى الأسعار اللي أنا قلتها لحضرتك. يعني الرفع هيكون بشكل تدريجي، ويعني زي ما حضرتك ذكرت أنه في شهر مايو هيكون في رفع آخر لأسعار الفنادق. في شهر 5 هيكون بقى هو اللي هو $50 والـ40 والـ30. طيب خلينا نتكلم بشكل عام حضرتك يا استاذ هشام عن يعني اهميه هذا القرار وطبعا اثاره على المنتج والخدمه السياحيه المقدمه للسائح. بص حضرتك، هو طبعا احنا كانت الاسعار وصلت عندنا لمستوى متدني رهيب جدا جدا جدا، وده كان اكيد بيأثر على الخدمه اللي بياخدها السائح. فلنظره مستقبليه ده مش في صالح السياحه. فاحنا راينا كغرفه وكوزاره وكمسؤولين يعني ان يا جماعه بالشكل ده احنا كده بنهدم سوق او صناعه مهمه جدا وهي صناعه السياحه والفندقه، فلابد من وضع حد ادنى، لان لازم كمان يكون في حد ادنى للخدمات. فانا لازم ارفع السعر عشان كمان ارفع الخدمات بتاعتي. صحيح. ودي كمان بيواكبها حاجه معانا دلوقتي يا فندم، احنا بنعمل اعاده تقييم لجميع فنادق مصر. يعني جميع فنادق مصر تيجي دلوقتي شغال لجان عشان اعاده التقييم، في اللي هينزل وفي اللي هيطلع، وبناء عليه يبقى احنا بنحط سعر يعني ده بنقول حد ادنى، اللي عايز بيبيع اعلى من كده في بيبيع اعلى من كده طبعا. طب يعني في مصطلح اسمه سياسه حرك الاسعار، هل هي ظاهره عالميه ام ظاهره محليه موجوده يعني في مستوى او على مستوى دول اخرى؟ هو بص حضرتك، موضوع حرك الاسعار ده غالبا ما بتقومش بيه الفنادق، بيبقى شركات شركات سياحه هي اللي ممكن تفعل هذا، انما اصل الفندق مهما كان الفرق في السعر ما بينه وما بين شركه اخرى مش هيبقى الجاب كبير جدا. انما احنا بنفاجئ ان بعض الشركات السياحه للاسف الشديد بتحرق في الاسعار بتاعتها منافسه مع شركه ثانيه، فبتنزل بيبقى بتحس ان هو بايع اقل من السعر اللي هو واخده من الفندق. طب ده بيجيب منين؟ بيعوض منين؟ طبعا مع الحد الادنى ده اكيد هتقل العمليه دي. طبعا هي لا هي مشكله في الغالب مصريه للاسف الشديد. طيب خليني اسال حضرتك كمان عن اليات تنفيذ هذا القرار، لان في شركات بتمضي عقودها داخل مصر وخارجها، يعني هل في جهه ستتابع وتطلع على وتطلع على هذه العقود حتى يعني الاونلاين منها؟ طبعا يا فندم احنا عندنا طبعا تفتيش مستمر بصفه مستمره من الوزاره والغرفه، وبعدين احنا عاطين يعني احنا النهارده بنقول احنا في شهر 11، واحنا بنقول لسه الاسعار هترتفع من شهر 5 اللي جاي. يعني احنا لما رفعنا الاسعار المره الاولانيه رفعناها في شهر 4 عشان شهر 11، طبعا حضرتك فكان في فتره 6-7 شهور، احنا برضه من دلوقتي عندنا فتره 6-7 شهور بنقول فيها ان الاسعار هترتفع. نعم. واخد بال حضرتك، يعني احنا عاملين حسابنا للنقطه دي، ان ما عشان ما يجيش حد يقول استاذ زي ما حضرتك بتقولي كده اصل انا بمضي العقود. انا مضيت انت بتمضي العقود قبلها 6-7 شهور، وبعدين لما بيبقى قرار سيادي انت لما بتمضي حتى العقود وبعدين تطلع قرار سيادي طلع من الدوله الناس بره بتلتزم بيه. نعم.
بشكر حضرتك جدا أستاذ هشام الشاعر، عضو لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هشام على هذه المداخلة. شكرا لحضرتك.